الرائد محمد شحات الإدارة العامة للبحث الجنائي. طبعا قاعدين في تكليف انا التأمين الاحتفالية تسيير حركة السير في المنطقة في المدينة في أكثر من تقاطع متواجدين نحن والقوات المسلحة لتنظيم حركة السير وضبط المخالفين. كذلك المواطنين متفاهمين ومتجاوبين معنا وفرحانين بوجود الدوريات الداخلية كذلك التمركزات التابعة للجيش في كل نقطة متمركزة مع الداخلية والحمد لله الأمور جيدة وجايين نأمنوا في مدينتنا تعتبر سبعة هي مدينتنا ومن مدن ليبيا الحبيبة. هل في خطة أمنية في الفترة القادمة حد يروح حتى نفتودة مدينة سبها؟ والله نحن بإذن الله بنمشوا بالتعليمات. جانا تعليم من لب النداء ونحن انا متواجدين للتامين وتسيير حركه السير وضبط المخالفين وان شاء الله كان في اي تكليف ثاني قديم متواجدين ان شاء الله. هل انتم ضبطيات وضبطتم المخالفين وسيارات مخالفه؟ والله تم ضبط اكثر من المخالفين. طبعا اكثر المخالفين اكثر الشيء اللي تم ضبطه هو السيارات المعتمه يعني بشكل كثير نفس السيارات معتمة ويتم إزالة التعتيم تفتيش السيارة تفتيش احترازي وبكل أسلوب حسن والمواطن متجاوب معنا والحمد لله يعني. لحظة يا شيخ. تفضل. انت موتي هذا بلا سكتور.